برضه يا يوسف؟ عايز يا مودي؟ أنا عايز أفهم العجل اللي قاعد بياكل بره دلوقتي ده عايش ليه لحد دلوقتي؟ وإزاي ما خلصتش عليه زي ما اتفقنا يا يوسف؟ المرة دي مطلوب قتل سهم عز الرجال. ما أنت عارف يا صاحبي إن أنا ما بقتلش نسوان. وأنت غريب عني. أنت فاهم غلط. سهام يا سيدي أهو. هو اسمه كده. هو ده سهام؟ هنعمل إيه بقى؟ الجيل الجديد. عايزك تشد حيلك يا يوسف. وتخلص العملية دي بسرعة وتنجز عشان هنقفش من هرشين حلوين. لا سيب ناخد وقت عشان الشغل يطلع مظبوط. امتى وازاي دي بتاعتي انا وبتاعتي لوحدي؟ انا مش فاهم ازاي في ناس عايزة تقتل عيل زي ده. ده عيل اهبل. نعم يا اخويا اهبل. ده انت اللهبل. انت ما تعرفش ده بيعمل ايه. هيكون بيعمل ايه يعني؟ بيعمل بلاوي سودا. اسكت يا يوسف، مش قادر اقول لك، ربنا ستار. وبعدين انت بتسال ليه يا يوسف؟ هنتدخل في قدر ربنا يا اخي. وبعدين يا عم احنا بنقبض وبيطلب مننا وبناخد فلوسنا. مش عارف انت هتشككني فيك ليه؟ ايه اللي جرى لك يا يوسف؟ انت بقالك اسبوعين. معلش اديني مهله كمان اسبوعين عشان ترتيباتي اتلخبطت. مش عايز ولا غلطه تحصل. قدامك اسبوعين من دلوقتي يا تعالجني يا اما اقتلك. اشترك في الباقات الشهريه والسنويه باعلانات وبدون اعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنويه.